مساكم الله بالخير. هذه أبيات نخوة الولد سليمان يفزعون الولد عمهم محمد بن سعد بن رشدان. أقول: يا ضانا ولد سليمان محمد ينادي وينكم، افزعوا يا صناديد الرجال الكريمة، بس جن مسجون ضايد هذا ابن عمكم، ينتظر مداتكم باليدين الرحيمة، انت خوله يا رجال انجزيل مدكم، واختصر ما قلت في نظم بيات سليمة. تقبلوا تحيات الشاعر عوض بن تايه الجويعان.